الفرنساوي جورناليست في جريده الصحافه ورئيس فرع جمعيه الصحفيين الشبان في دار لابريس. والجمعيه هي المنظمه الوقفه هذه على اثر الاعتداءات المتكرره على الصحفيين وخاصه الصحفيين الشبان اللي هما يمارسوا في العمل الميداني. الوقفة هذه اليوم جاءت ببادرة من الجمعية لإبلاغ صوت الصحفيين الكل اللي تعرضوا للاعتداءات من قبل الأمنيين في الآونة الأخيرة وخاصة في الأسبوع نهاية الأسبوع اللي فرط على أثر إيقاف عماد الدغيج وتغطية الواقعة في القصبة. الصحفيين الكل اليوم صوتهم إن شاء الله يوصل للمعنيين بالأمر الصورات المعنية وخاصة وزارة الداخلية باش تضع حد لهذا المنح التصاعدي للاعتداء على الصحفيين. والصحفيين اليوم يطالبوا بالاعتذار رسميا من وزارة الداخلية لأنه مثل هذه الممارسات لا يمكنها أن تضمن إيصال رسالة إعلامية ذات جودة عالية وتحترم فيها أخلاقية المهنة للمواطن اللي هو يتلقى هذه الرسالة. احنا كيما تشوف اليوم واقفين وقفة احتجاجية هذيا قدام وزارة الداخلية على حكاية ترخيص هذيا اللي طلبونا بها. فهمتش كيفاش يحبوا يقمعوا الصحفيين، كيفاش يحبونا نبديو راينا. كيما تشوفوا عملنا ثورة بحرية الرأي، ما فهمناش نعم حكاية القمع هذيا يقمعوا فينا، ما يحبناش نخدموا على رواحنا. حكاية الترخيص هذيا ما تدخلش جملة في المخ. مشاركة في الوقفة الاحتجاجية هذه بصفتي صحفية، بصفتي خدمت صحفية، بصفتي نهار آخر زادة باش نخدم صحفية إن شاء الله خاطر توا نكمل في الماستير. فريمون أنا كي نشوف معناتها تجاوزات في حق الصحفي هكايا قاعدة تصير في بلادنا في تونس، يعني احنا فرحانين ونقولوا بعد الثورة باش نعيشوا في حرية وباش نعيشوا في درا شنوا معناتها ونأديوا العمل نتاعنا بكل حرية وبكل معناتها موضوعية كما نقولوا. فريمون أنا نشوف تجاوزات كما هكايا معناتها وصلنا للاعتداء المادي مش حتى المعنوي. احنا قاعدين يقولوا فينا في برشا كلام، قاعدين يعتديوا علينا كل يوم معنويا، لكن توا معناتها وصلنا الضرب معناتها فريمون عيب كبير. فما مليحي طالبه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، جينا لهنا باش نساندوا زملائنا الصحفيين. احنا بيسكو كونتور جورناليست ضد العنف، العنف من قبل البوليس بطبيعه كيك سوا بوليس سياسي ولا خاطر انت كي تجي الاهم طبقه في المجتمع اللي هي السلطه الرابعه الصحافه وتجي تقمعها، وين الحريه؟ وين الديمقراطيه اللي نحكيوا عليها واللي صارت عليها ثوره باش تتكرس الديمقراطيه والحريه؟ واذا كان فما عنف قاعد يتسلط على الصحفيين في وقت هما قاعدين يعملوا في خدمتهم ما تسميش فما حريه تعبير وما فماش حريه بمعناها العام.